حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد العزيز راشد السندي، رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي. نرحب بك في نشرة الثالثة اليوم. وكما جاء في التقرير، تشارك البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين. ما هي قراءتك لجهود مملكة البحرين في مجال العمل التطوعي، طبعا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؟ مساء الخير ومساء المحبة لجميع المتطوعين في العالم في هذا يومهم، يوم التطوع العالمي الذي قررته الأمم المتحدة ليكون يوما دوليا احتفاء بالمتطوعين. طبعا مملكة البحرين من الدول الرائدة والمتميزة في العمل التطوعي، وتحتل المراتب الأولى في تقارير الأمم المتحدة في مجال العمل التطوعي. فهناك أولا اهتمام كبير ودعم وتشجيع من قيادة البلاد متمثلة في جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة. مملكة البحرين تفتخر دائما كونها رائدة في العمل التطوعي من خلال سواعد أبنائها. كما نرى، ما أن يكون هناك فعالية أو عمل أو حاجة إلا ونرى المتطوعون هم في أوائل الصفوف. فكما ذكر في التقرير، من خلال جائحة كورونا ضرب المتطوعون أروع وأنبر قصة نجاح على المستوى الدولي، وكذلك في الفعاليات الأخرى، وأخيرا من خلال العرس الديمقراطي الذي شهدته البلاد مؤخرا. كان المتطوعون منذ بداية عملية الانتخابات ومن خلال اللجان الرسمية كان لهم دور كبير بإنجاح هذا العرس الديمقراطي. مملكة البحرين دائما متقدمة ودائما متميزة بسواعد أبنائها وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. تشهد تقارير الأمم المتحدة لمملكة البحرين بكل فخر واعتزاز بأنها الدولة الرائدة على المستوى العالمي. إذن السيد عبد العزيز راشد السندي، رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، شكرا جزيلا لك.